الآن نرحب بضيفي هنا في الاستوديو أحمد قاسم حسين الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك دكتور أحمد. اليوم 18 على التوالي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي لا يستثني شيء، يستهدف المنازل السكنية، المدنيين، المستشفيات، الدفاع المدني، كل شيء. وحتى استمعنا إلى السيد غازي حمد عضو المكتب السياسي في حماس يقول إن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا بشكل مكثف في الأيام الأخيرة. قراءتك لهذا المشهد عموما دكتور؟ مساء الخير يحيى. يعني دعني في البداية أن أتقدم بأحر التعازي للشهداء الذين سقطوا إثر هذا العدوان الذي تمارس فيه إسرائيل يعني جرائمها واستخدامها لكل الأسلحة المحرمة دوليا، وأحيي صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحاصر والجريح. حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل الأسلحة المحرمة دوليا. هي تستخدم هذه الأسلحة في استخدمتها سابقا في مواجهات عدة، خاصة في المواجهة الأولى عام 2008 عندما استخدمت الأسلحة الفسفورية، واستخدمت بعض الأسلحة أيضا المحرمة دوليا، وهي تضرب طبعا عرض الحائط في كل القوانين الدولية والقانون الدولي للقانون الدولي الإنساني، وهي ممارسات قديمة جديدة. هي لا تتوقف فقط على الأسلحة المحرمة، وهي تستخدم الأسلحة التي تقدر حاليا بالأطنان، والتي تساوي يعني هناك من يجري مقارنات بين كمية الأسلحة التي سقطت على غزة في هذه الأيام وبين حجم القنبلة النووية التي أطلقت على هيروشيما وناغازاكي إبان الحرب العالمية الثانية. إذن نحن نتحدث عن عدوان غاشم يستخدم كافة الأسلحة، يطور من هجومه ومن استراتيجياته في استهداف المدنيين، ضغطا منه على إجبارهم على النزوح أو الضغط أو تفكيك حالة التماسك الموجودة حتى هذه اللحظة بين الحاضنة الشعبية في قطاع غزة والمقاومة. وكذلك هناك ممارسات وحشية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أيضا الاحتجاجات في الضفة الغربية. هو يستخدم حاليا الرصاص الحي المباشر في قمع المظاهرات في الضفة الغربية. دكتور، يعني أشرت إلى هذه المجازر التي يقوم بها الاحتلال واستخدام كل الأسلحة المحرمة دوليا، وهي جرائم بشهادة حتى المنظمات الدولية والأممية. لكن نشاهد اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث في لقائه مع بنيامين نتنياهو ويقول إنه يجب أن تكون المعركة بلا رحمة، استخدم هذا الوصف، وحتى طالب بتحالف دولي للقضاء على الإرهاب، يعني بسماه الإرهاب، القضاء على حماس. تحالف دولي وأقليمي. كيف يمكن أن نفهم هذه المواقف الدولية رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل؟ في الحقيقة يحيى هناك تماهي، يعني تماهي بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي، وهذا يجد صداه عند حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل، وهذا كان أيضا على لسان الرئيس الأمريكي الذي أيضا طالب برد سريع وساحق ومدمر يقضي على حماس في قطاع غزة، وبالتالي هو يعطي الضوء الأخضر لإبادة نحو 1,100,000 مواطن أو 1,300,000 مواطن من سكان قطاع غزة، وهذا وجد صداه حقيقة لدى الحكومات الأوروبية. وكل الزيارات التي جاءت، يعني كل مسؤولي الحكومات الأوروبية الذين زاروا إسرائيل أكدوا على هذه الفكرة وأكدوا على إعطاء أو إطلاق يد إسرائيل باستمرار مزيد من الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين. واليوم السيد ماكرون أيضا يتحدث عن ضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم مؤتمرا أو تنظيم تحالفا دوليا وإقليميا تقوده إسرائيل لمواجهة حركة هي يعني هناك خلط ومحاولة أيضا لشيطنة حماس على اعتبارها أنها حركة تشبه تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في حين أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني تمارس حقها في المقاومة على أرض فلسطين، وهي جزء من النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني الموجود حاليا. فهذا التحالف هو أيضا يعطي ضوء أخضر لإسرائيل لاستمرار مزيد من المجازر وأن تستمر هذه الحرب بلا هوادة. والمستهدف الأساسي حتى هذه اللحظة والأرقام تشير إلى استهداف المدنيين وجل الذين سقطوا في هذه الحرب الغاشمة هم أطفال ونساء وأيضا شباب لديهم مستقبلهم ولديهم أحلامهم ولديهم طموحاتهم ولديهم الحق في العيش في حياة كريمة.